بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية، نظمت حركة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتمييز في بلجيكا مجموعة من اللقاءات والأنشطة لتسليط الضوء على هذه القضية. وفي هذا السياق استبدل أعضاء الحركة في بروكسل اسم شارع المستعمرات الذي ارتبط بالحقبة الاستعمارية باسم مكافحة العنصرية. التفاصيل في تقرير لبيب فهمي من بروكسل. المستعمرات اسم ما زال يحمله هذا الشارع وسط العاصمة الأوروبية بروكسل، هو بقية من تمجيد حقبة كانت بلجيكا تعتبر خلالها دولة الكونغو ملكية خاصة لملكها يستغل خيراتها ويضطهد سكانها كما يحلو له. اسم اختارت حركة مناهضة العنصرية ومعاداة السامية والتمييز تغييره بتعبير ذي دلالة قوية في وقت كثرت فيه الأفكار النمطية ليحمل اسمه الجديد شارع مكافحة العنصرية. إنه من غير المعقول بعد أن خرجت بلجيكا من مستعمراتها وفي وقت لم يعد أحد يقبل بالاستعمار أن يكون لدينا شارع وسط بروكسل وبجانب البرلمان البلجيكي يحمل اسم شارع المستعمرات. تحرك رمزي لتغيير الاسم اكتسب أهمية خاصة بحضور أحفاد المستعمرين كتعبير عن رد الاعتبار لأجدادهم وحضور مواطنين بلجيكيين للمساهمة في تصحيح تاريخ سطرته الدول المستعمرة وتدافع عنه. مهم بالنسبة لي أن يكون في بروكسل شارع يؤكد بشكل واضح رفضنا للعنصرية. المركز البلجيكي للمساواة في الفرص ومكافحة العنصرية قدم من جهته إحصائياته حول العنصرية لسنة 2009، إحصائيات جزئية يتأرجح تحليلها بين القلق والتفاؤل. قلق من ارتفاع العنصرية مقارنة بالسنوات الأخرى بنسبة تصل إلى حوالي 19%. عنصرية تستهدف في مجملها المعتقدات وتركز على المواطنين من أصول مسلمة. أصبحت تصلنا شكاوى بشكل متزايد ضد مشغلين أو أصحاب بنايات يعلنون أنهم لا يريدون التعامل مع المسلمين أو مرتديات الحجاب، ودورنا هو تحليل هذه الظاهرة ومناهضة هذه العنصرية. تفاؤل لانتشار أفكار التسامح والقبول بالاختلاف في المجتمع على الأقل على مستوى المبادئ التي يعلن عنها المواطنون من أصول بلجيكية أو أجنبية، في انتظار أن تصبح حقيقة واقعية على مستوى التطبيق. لبيب فهمي، الجزيرة، بروكسل.